ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وأهلا بكم متابعين. شحن الشاشات اللي هو الجهاز ده، تمام. أنا معايا دلوقتي الشاشة هيت 21 بوصة بتاعة الزوم دايو. الشاشة ميتة خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. لو جيت أعلي السكرين من اللاين، شايفين بتجيب خطوط لكن مفيش إضاءة خالص، تمام. فاحنا هنشحن إن شاء الله دلوقتي. شايفين الشاشة عاملة ازاي؟ مفيش الوان خالص، والاضاءه عاليه على الاخر من الزراير وكل حاجه عاليه على الاخر. فاحنا نشحنها ونوري حضراتكم بطريقه الجهاز اللي احنا عملناه. هو هسيب لك صنع الجهاز، الرابط بتاع الجهاز فوق في علامه الاي اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي، تمام. دي المخطط بتاعه والدائره بتاعته. لو عجبك الدائره تعملها، يعني عاوز تنفذها تنفذها. خليك معايا عشان نشحن الشاشه ديت وهوريك تشحن ازاي. ثانيه واحده بس على ما نلف الجهاز. اول حاجه طبعا هنفصل السوكت، تمام، وهنوصل الجهاز وهنسيب الفتيلة أهم حاجة، بس يعني 5 دقايق ولا حاجة تسخن، تمام. هنوصل فيشة الجهاز اللي احنا عاملينه كده كده، فتيلة سرجة اهي، هنسيبها بس بتاع 5 دقايق لحد ما تسخن، تمام. وبعد ما الفتيلة تسخن هننشط ال3 ألوان زي ما حضراتكم فاكرين. الزرار ده هنعمل مثلا تكه الاخضر وتكه اللون الازرق وتكه اللون الاحمر، تمام. كل حاجه في الفيديو شرحتها في موضوع الحلقه اللي فاتت اللي هو بتاع جهاز مخطط جهاز شحن الشاشات، تمام. والبريست ده اللي في الجنب ده اللي هو بيوصل الكهرباء بتاعه المكثف، تمام. هنسيب بس الشاشه تسخن اقل حاجه 5 دقايق الفتيله، وبعد كده هننشر ال3 ألوان وهنوريكم الفرق ان شاء الله دلوقتي. بعد الشحن انت طبعا شفت الشاشه عامله ازاي في الاول، ميته خالص، تمام. فهنشحنها برده، هنسيب بس 5 دقايق الاول، وبعد كده هوريكم الصوره بعد الشحن ان شاء الله عامله ازاي. هنفصل بس الفيديو 5 دقايق على ما الشاشه الفتره تسخن بس كده. رجعت لكم يا جماعه، الفتره كده سخنت اهي، تمام. طيب اول حاجه افصل الفتيله يعني كده مثلا لحد ما الشحنه تخلص، تمام. اهو كده الشحنة خلصت. اقوم فاتح الفتيلة تاني واجيب اللون اللي بعده برده، تمام. واقوم فاتح البريست ومطفي الفتيلة كده لحد ما الشحنة دي تخلص، تمام. اهو كده فصلت اخر لون بكذا طريقة عامة. يعني تفتح الفتيلة الاول تنور وتقوم تتك على البريست، تمام. تطفي الفتيلة قصدي الاول، تقوم فاتح البريست اهو لحد ما الشحنة تخلص، اهو كده شطبت شحن. طيب كده بقى نفصل الجهاز، وركب السكوت ده بتاع الجهاز. ثواني بس اوصل له الجاكيت بتاع الصور واجرب مع حضراتكم. كده يا جماعة ركبنا الجاكيت اهو، تمام. نوصل بقى فيشة الجهاز كده، نركب فيشة الجهاز، نفتح بس البريستات. شوفنا حضراتكم في حضراتكم الشاشة بتعمل ازاي، رجعت لأصلها تاني. الجاكيت بس بتاع الفيديو بتاعته وبتلاقي متعلق من جوه لسه الحين، تمام. شايفين الشاشة بتعمل ازاي؟ ما شاء الله بقت إضاءة 100%. ولو عاوز تعرف الجهاز، ما قلت لحضراتكم الرابط، أنا هسيب لكم الحلقتين قبل كده بتوع تجميع بتوع الجهاز، هسيب لكم في آخر الفيديو أو في علامة الأي اللي بتظهر فوق على شمال أو يمين الفيديو، تمام. دي كانت طريقة شحن الشاشة عملي، تمام، قدام حضراتكم. ربي يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما عادش حاجه في الجهاز غير بس الاله دي بتعلق من تحت بتاع الجاكيت، فيها كسر من تحت على الحمايه بس، وهقفل الجهاز. يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنساش تشترك في القناه لو اول مره تشوفني. كان معكم اخوكم السيد عوض من قناه طباخ الكترونيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.